لشأن استرجاع قواه والعودة إلى الواجهة. ليالي نواكشوط مهرجان إقليمي يسمح بتبادل التجارب بين فرق مسرحية موريتانية وأخرى من بلدان عربية وإفريقية، كما يشكل فرصة لإعادة الاعتبار وتكريم الرواد الذين وضعوا اللبنات الأولى لفنون المسرح في مجتمع تقليدي مناهض لهذه المظاهر الفنية الحديثة. هذا المهرجان حقيقة له أهداف بعيدة وقريبة. من أهدافه القريبة هي الاحتكاك وتنمية تبادل التجارب ما بين الفرق المسرحية والمسرحيين الموريتانيين والفاعلين المسرحيين في الخارج وفي المنطقة، وعلى المدى البعيد هو تطوير التجربة المسرحية الموريتانية. ليالي نواكشوط المسرحية شهدت افتتاحا رسميا عكس اهتمام الحكومة بفنون المسرح كوسيلة حضارية لتكريس قيم المدنية وتقريب الشعوب والثقافات. مسرحية نساء 89 تحاول إعادة التواصل ومد الجسور بين مختلف أعراق وشرائح المجتمع. هذه المسرحية تتحدث عن أحداث 89 اللي وقعت آنذاك، ونحاول من خلال هذه المسرحية على أن نمحو تلك الآثار وأن نمحو تلك الآثار التي حدثت آنذاك، ونحاول من خلال المسرح بصفة عامة أن نوصل جميع الرسائل المؤلمة والمضحكة وجميع الرسائل، لأن المسرح هو أبو الفنون. الجمهور الموريتاني تعرف حتى الآن على نماذج من الإنتاجات المسرحية التونسية والمغربية والسنغالية، ويطالب عشاق المسرح خاصة من فئة الشباب من حكوماتهم إيلاء مزيد من الاهتمام والدعم للمسرح كي يلحقوا بركب الدول التي تحترم الفنون الجميلة. الدراما والفنون الجميلة في موريتانيا تحتاج للدعم المكثف من قبل الجهات الرسمية، تحتاج للدعم الإعلامي بصفة أكبر. تنظيم هذه التظاهرة لا يخفي حجم المعوقات التي يعاني منها المسرح في موريتانيا، غياب شبه كامل لدعم الدولة، وغياب المسارح والمعاهد المتخصصة ونظرة المجتمع. ويعتبر المهنيون أن المسرح يمر الآن بأصعب مراحله، فقد تحولت إحدى القاعتين الوحيدتين للمسرح في نواكشوط إلى معهد لتكوين الشباب والرياضة، في حين تحولت الأخرى إلى معهد للفنون الجميلة. محمد فضل الحرة، نواكشوط.